صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 832 من كورس سي شارب دي بي اكزامبلز بارت. دلوقتي بفضل الله عاوزين نعمل تغيير ما بين الجداول. ازاي؟ احنا اخر حاجة عملناها شاشة تعريف الموظف، يعني انت دلوقتي اصبحت بتقوم باضافة موظفين داخل البرنامج، تمام؟ طيب بالمناسبة، صحيح قبل ما انسى، الاداة دي هنا فيها، عايز الزرار ده يبقى بنفس محاذاة الجريد والتكست. لو نعدل كده تعديل بسيط شفته فقلت اعمله، يعني ادخل على الكود، اكيد اخر حاجه في ريسايز. الريسايز هي اللي ظبطنا بيها العناصر كلها، تمام. هنا الجريد بتبدا من 10 والتكست بيبدا برده من 10، هو ده بس اللي احنا خليناه يبدا من 5. طب لو احنا خليناه يبدا من 10 بالشكل ده كده، هجرب واشوف، يعني هنعمل ريبيلد كده، ريبيلد سولوشن، وهات الايه الشاشه كده، متهيألي ايه ظبط شويه، صح؟ ظبط، يعني بقى في نفس محاذاة او قريب منه، يعني على اساس يبقى في تناسق. المهم نرجع لموضوعنا. بالنسبه لموضوع الموظف، انت خلاص اصبحت كده بتقوم باضافه موظفين داخل البرنامج. طيب انت عاوز تعمل مستخدمين هنا في شاشه المين بتاعتك، عايز تعمل هنا في اللغه والاعدادات مستخدمين للبرنامج. المستخدمين دول عايزين نربطهم بايه؟ بموظفين. مش كل الموظفين مستخدمين، لكن كل المستخدمين موظفين. دي اللي عايز اوصلها لك، خلاص؟ يعني ايه؟ يعني هربط الجدولين ببعض. طب اربطهم ازاي؟ بص، هات الجداول قدامك اهي، ده جدول المستخدمين اللي هو سميناه لوجن بروجرام. لوجن بروجرام ده في اليوزر نيم والباسورد وايز اكتف، فعال ولا مش فعال. حلو كده. احنا بقى عايزين نزود عليه حقل جديد. الحقل ده هو الامبلوي نمبر، يتربط بالامبلوي. ليه؟ لان انا ممكن اسجل موظف والموظف ده ما يكونش يوزر، لكن اي يوزر هسجله لازم يكون ايه؟ موظف. تمام كده. يبقى انا عندي هنا امبلوي نمبر
انا عايز اربط، اجي هنا كده واعمل ايه؟ اعمل كوما وانزل هنا هعمل حقل جديد في الجدول ده اسمه employee underscore number. الامبلوي نمبر ده طبعا نوعه انت وكوما. بعد كده هعمل الربط، هقول انا عايز اعمل فورين كي. الفورين كي ده هربط حقل الامبلوي اندرسكور نمبر اللي هو في الجدول ده لوجن بروجرام، هربطه بايه؟ ريفرنسز بجدول الامبلوي، نفس الحقل اللي في جدول امبلوي اسمه امبلوي اندرسكور نمبر. طبعا احنا اتاسسنا بفضل الله في قواعد البيانات، عملنا فيها تقريبا 101 حلقه صح؟ عملنا فيها حلقات كتير جدا، الداتابيز واساسيات الداتابيز وتحليل البيانات والربط والجداول والعلاقات كل حاجه. خلاص المهم نعمل سيف وهناخد الجمله دي كده، هناخدها ايه؟ كوبي. تمام؟ وهنيجي نفتح السيكوال سيرفر مانجمنت ستوديو. تمام؟ تعالوا اشربوا معايا شاي. بسم الله. ادوس انتر عشان اعمل كونكت. تمام؟ داتابيزز، دي الداتابيز اهي، ده التيبلز، فين لوجن بروجرام اهو. لوجن بروجرام طبعا اكيد جواه بيان اللي هو ادمن ادمن، ده اللي احنا سجلناه اهو، ادمن ادمن واحد از اكتف يعني. ماشي، انا عايز اعمل ايه بقى؟ عايز احذفه خالص. عايز ايه؟ احذف كده ديليت وادي اوكي، حذفته. كليك يمين بقى على الداتابيز نيو كويري، واحط هنا الاستعلام ده وابدا اقول له ايه؟ اقول له اكسكيوت. قال لي ايه؟ كوماندز كومبليتد سكسسفولي. كده عملت الجدول تاني، بس الفرق في ايه بقى؟ الفرق ان انت لو هتدخل فيه بيانات ادمن ادمن دي تاني فين؟ اعمل بس ريفرش الاول عشان يظهر معاك. ظهر اهو ريفرش خلاص. هات لنا بقى ايه؟ هات لنا اللوجن بروجرام، كليك يمين ايديت توب 200 روز. تمام، هنحط احنا هنا بقى بدينا ادمن، وهنحط هنا ادمن، وهنحط هنا ايه؟ واحد اكتف، وهنا الامبلوي. وانا عندي امبلويز، مش في واحد ضفناه باين صح؟ هات لي كده، بص في واحد ضفناه رقم واحد اهو. وصلت معاك الفكره؟ يبقى انت كده ايه؟ ربطته ببيانات اهو بس واحد. يبقى انت كده عرفت ايه؟ عرفت ان اليوزر ده اسمه ايه؟ بص بص اسمه ايه؟ اسمه هاني محمد، وذكر ساكن في المهندسين، رقم الاي دي بتاعه كذا وكذا وكذا وكذا، والهواتف بتاعته موجوده في جدول تاني وزي الفل. يعني انت كده معاك بيانات المستخدم اللي داخل عندك. فده كده كان التعديل المهم جدا ان احنا نعمله، علشان فيما بعد نقدر نربط الجدولين ببعض لما نيجي نعمل شاشة المستخدمين بإذن الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما إنك أي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك أكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.